الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه ورفقاء دربه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، كل عام أنتم بخير. كل شيء ربنا تبارك وتعالى جعل له مقدمات، هذه المقدمات هي البدايات التي يفضى من خلالها إلى الغايات، إلى النهايات. ومشايخنا عليهم من الله سحائب الرحمة والمغفرة علمونا فقالوا: إذا حسن البدء حسن الختام. وقمم التصوف رحمهم الله قالوا: من لم تكن له بداية محرقة لن تكون له نهاية مشرقة. وربنا تبارك وتعالى في سننه الكونية جعل بدايات تفضي إلى النهايات، وهناك وسائل وهناك نذر. ربنا تبارك وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل ليعلم الناس أنه لا إله إلا الله، وبين لهم قانون العبادة وأمانة التكليف ومثل هذا. نعم، كذلك ربنا تبارك وتعالى أرسل لنا علامات تدل على قرب الوفاة، كذلك بين لنا أمورا نقول عنها هي الشواهد لمثل هذه النهايات. يعني مثلا في سورة فاطر ربنا تبارك وتعالى بيّن لنا فقال: وقد جاءكم النذير. نذير الموت، نعم. نذير النهاية، نعم. نذير الحساب والجمع، نعم. هذه النذر قالوا مثلا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم آخر المنذرين، نبي الخاتم. هذه علامة وهذه أمارة، ربنا يمهد ببعثته صلى الله عليه وسلم للقيامة وما يكون. حتى قال النبي في بعض الأحاديث صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، وإن كادت لتسبقني في رواية أخرى، دليل على المسارعة والتنافس والتتابع. وقد يكون النذير الهرم في الصحة، يعني الضعف، والإنسان يولد ضعيفا، وفي النهاية إذا طال العمر الشيخوخة ضعف. نعم، إذن هناك أمارات ومقدمات تظهر لنا ما يكون عليه الحال. يعني سبحان الله تبارك وتعالى قالوا إن ابيضاض الشعر، الشعر الأبيض، يعد نوعا من الإنذارات، نوع من النذر. لكن هذا الأمر فيه تفاوت، قد تجد شابا صغيرا وشعره، شعر رأسه كله أبيض، وللطب هنا أقوال، خاصة الطب النفسي، ومسألة البيئة أيضا تدخل في مثل هذا، ونوعية الغذاء والراحة النفسية وما إلى ذلك إلى آخره. وقد تجد رجلا كبيرا مسنا وشعره ما زال أسودا ولامعا، وبصيلات شعره وخصلاته قوية وممتدة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرم، من كان له شعر فليكرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدهن شعره بالطيب، الزيوت حاليا، الكريمات حاليا، ولكن كانت بلغة العصر وعلى صناعة العصر. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب: حبب إلي من دنياكم الطيب، الروائح العطرة الطيبة، ويضع الزيوت على شعر رأسه. فإذا مر في شارع كل من كان في داخل الديار
يشم رائحة طيبة قيل لمدة شهر، فيعلمون أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مر من هذا الشارع صلوات الله وسلامه عليه. وقال هذا الكلام سيدنا أنس، يقول ما مسست دباجا ولا حريرا أطيب من كف رسول الله، وما شممت طيبا ولا عبيرا أفضل من رائحة عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ويحكى أن سيدنا الخليل عليه السلام كان يهتم بشعره فيمشطه، لم تكن المرايا قد ظهرت في عصره البعيد، فكان يحضر كوب ماء وينظر في الماء فيرى خيالا لشعره ووجهه. هذه السبل التي كانت متاحة يومئذ، فيمشط شعره على صورته وخياله في هذا الجزء من الماء. فذات يوم وهو يمشط شعر رأسه فوجئ ببعض الشعيرات قد ابيضت، فانتبه فسأل ربه كأدب النبوة الراقي العالي، وقال رب ما هذا البياض في شعري؟ فقال له ربنا تبارك وتعالى هذا شيب يا إبراهيم. قال وما الشيب يا رب؟ قال كرامة. فما كان من الخليل عليه السلام إلا أنه بسط كفيه وقال اللهم زدني كرامة. جاء بعد ذلك الشاعر العربي عندما عيروه عن شعره قد ابيض بجهالات العرب وما كان في هذه الأعصر البعيدة من فحش وغلظة وقسوة وعدم فهم واندفاع وطيش وسب وقتل وهتك وفتك، فلما عيروه بأن شعره قد شاب قال عيرتني بالشيب وهو وقار، ليتها عيرت بما هو عار، إن تكن شابت الزوائد مني فإن الليالي تزينها الأقمار. وما أجمل الوجوه التي نراها وقد ابيضت السوالف والزوائد ها هنا، تعطي للوجه بريقا يشع منه النور. وصدق ربي إذ يقول لإبراهيم هذا الشيب كرامة، كرامة في الحلية، كرامة في تجميل الهيئة، كرامة في إبراز مواطن الجمال في الوجه، كرامة بأن الإنسان عليه أن يراجع نفسه. من تخطى الستين من عمره، وفي بعض الروايات الخمسين، وفي بعض الروايات الأربعين من عمره، ولم يتغلب خيره على شره، فليحفر لنفسه حفرة من الآن، أي يجهز قبره. وفي بعض الروايات من تخطى الأربعين ولم يتغلب خيره على شره فليستعد للقبر، أو يعني ما جاء في أثر الحديث فليحفر لنفسه حفرة ويفعل بحاله ما يجعله يتهيأ للانتقال. من لم يتغلب خيره على شره بعد سن الأربعين فباطن الأرض أولى به من ظاهرها، هكذا. نعم، هذا الفضل من الله تبارك وتعالى عبارة عن نذر أرسلها ربنا تبارك وتعالى لمثل هذا الأمر، حتى نتعظ، حتى نتخذ لذلك سبيلا ولذلك طريقا ونستعد للقاء الله. فغالبيتنا ولله الحمد الشعر قد ابيض، قد لا يكون ابيضاد الشعر لوعا من الإنذار، هذا أمر كما قلت يكثر فيه الكلام خاصة عند أهل الطب وأهل العلم وأهل الفلسفة وأهل الطب النفسي، والبيئات لها دور، نوعية الغذاء لها دور، الحالة النفسية والمزاجية لها دور، أشياء كثيرة تتدخل. لكن الغالب الأعم كل من تخطى الستين بدأت رأسه تتشح بالبياض بعدما كانت تتشح بالسواد. نحن نستغلها فرصة طيبة، لا نقول بعدما شاب ذهبوا به إلى الكتاب، من مانع؟ من مانع أن الإنسان إذا شاب يتعلم ويدرك مفاته؟ كنت أعرف رئيسا لوزراء مصر المرحوم الدكتور عاطف صدقي، قيل أن الرجل يعني فوق 70 وكان يحضر
لدكتوراه بجانب ما عنده من دكتوراه وتحصيل علمي. الإنسان يظل يتعلم طوال عمره، وقد جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما، واطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. نعم، هذا أمر لا يوقف أحدا، فالواجب أن نستثمر هذا البياض في شعرنا وفي رؤوسنا وفي لحيتنا، ونعرف أنه عبارة عن نذير من نذر الله عز وجل بأن النهاية قد اقتربت، بأن فصلا جديدا من حياتنا اقترب على الختام. كل ما أرجوه من الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يردنا إليه ردا جميلا هو ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.